وصونا علماءنا قالوا ايه؟ نقول يا شيخ وصنا. يقول لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. هكذا وصى رسول الله. رسول كده ليه؟ من اصبح وامسى ولسانه رطب بذكر الله اصبح وامسى وليس عليه خطيئه. في نقطه مهمه. اشجار الجنه هي مزروعه موجوده، وفي اشجار انت تزرعها وانت في الدنيا. في الجنه؟ في الجنه. قال سبحان الله وورثت له شجره في الجنه. من ذهب إلى سوق قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ورثت له شجرة في الجنة. من قام من حمد الله ورثت له سبحان الله. فليه إحنا مش أنت تاخد أرض بور تصلحها؟ صحيح. أنت عايز تصلح الأرض الصحراوية؟ ازرع في الجنة. صحيح. ازرع في الجنة بس ازرع. شوف من يسمى كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سيدنا داود المعذرة المقصود بقولي ثقيلتان في الميزان يوم القيامة ميزان يوم القيامة القيام؟ نعم نعم. أم الحسنات؟ لا الحسنات والميزان يوم القيامة. ميزان يوم القيامة نعم نعم نعم. سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم. هذا جميل. شوف سبحان الله بسيط وبحمد سبحان بسيط الله بسيط سبحان جدا الله. سيدنا داود قال يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. يبدو الملائكة عندهم كتالوج للحسنات إذا حبينا ننزل للغة الواقع يعني. صحيح. فما وجدوا لها ثوابا يعني عندهم الحمد لله بكذا فوجدوا دي مش موجودة. قالوا يا ربنا عبدك داود قال ذكرا ما وجدنا له ما نكافئه به. قال اكتبوا لعبد داود ما قاله وأنا أكافئه عليه يوم القيامة. يا سلام. وإن الكريم إذا أعطى فقد أعطى. صحيح. ليه كريم؟ ليه في اللغة كريم؟ قال لك الكريم الذي لا يسأل كم أعطى ولا من أعطى. هكذا هو كريم عطاء الكريم الكريم المنان سبحان الله. صحيح. أم الملائكة لا تعلم ثواب هذه ما أجر هذه الكلمة. الحمد لله كما ينبغي لجلال وجه من يعلم جلال وجه الله إلا عظيم سلطان. الله أكبر. الله الله صحيح. نعم نعم بلى كلمة نعم. جميلة نعم نعم. وخير الذكر ماذا؟ نعم لا إله إلا الله. لا إله أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله.